أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. السيسي يتسلم أوراق اعتماد 17 سفيرا جديدا. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 17 سفيرا جديدا يمثلون الدول التالية: رواندا والسنغال ومنغوليا وموريشيوس والفلبين وألمانيا الاتحادية وملاوي والنرويج وتونس وباراغواي وشيلي والجابون وأيرلندا وفيتنام ومالي وأوروغواي والبرتغال. القوات المسلحة، الحبس والغرامة لمن يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية. قال اللواء محي الدين عبد العليم مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة إن عقوبة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية في القوات المسلحة هي الحبس والغرامة التي تتراوح من 3,000 إلى 10,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين أن الإدارة تحرص على إرسال لجان تجنيدية للخارج والداخل من أجل تسهيل المواقف التجنيدية للمغتربين أو أبناء المناطق النائية. النيابة الإدارية تستعيد 5 ملايين دولار للخزانة العامة من مستثمرين في السياحة. أعلنت هيئة النيابة الإدارية أن وحدة قضايا الاستثمار بالهيئة نجحت في استعادة مبلغ 5,900,000 دولار أمريكي لصالح الدولة. وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية في بيان له إن التحقيقات التي باشرها المستشار شريف علي بإشراف من المستشار محمد كمال نائب رئيس الهيئة ومدير وحدة قضايا الاستثمار في القضية رقم 4 لسنة 2015 كشفت عن وجود مستحقات مالية لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية لدى عدد من المستثمرين. إلغاء بعض مواعيد القطارات لقلة نسبة الأشغال ولوقف الخسائر. أكد أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل أن ما تم إلغاؤه ببعض خطوط السكك الحديدية يتعلق بالمواعيد التي بها نسبة إشغال ضعيفة وليست لها عائد خدمي أو اقتصادية وتساهم في زيادة نزيف الخسائر، فكان لابد من توقفها. لحنا يختطفون 26 قطريا في منطقة صحراوية بالعراق. قال محافظ عراقي ومسؤولون بالشرطة إن مسلحين بالعراق مجهولين يتحركون في قافلة شاحنات اختطفوا ما لا يقل عن 26 قطريا من مخيم للصيد أقاموه في الصحراء قرب الحدود السعودية. من جانبها بدأت قوات الأمن عملية واسعة النطاق للبحث عن المواطنين القطريين. وإلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس الخميس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا مع ظهور السحب المنخفضة والسحب المتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية وتكون الأمطار خفيفة على بعض المناطق في الوجه البحري وعلى القاهرة، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.